بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه وسلم. هذا السؤال مهم، وهو قضية عدم إغلاق الهاتف عند دخوله إلى المسجد، رغم كونه إذا دخل إلى المسجد تجد الكثير من اللافتات المعلقات في أبواب المساجد وفي حيطانها كلها تأمر من يدخل إلى المسجد للحفاظ على هيبة المسجد وعلى وقار المسجد وعلى سكينة المسجد، حتى يتفرغ الناس لعبادة ربهم بخشوع دون أن ينغص عليهم خشوعهم منغص، هي كثير. ومع ذلك تجد في كثير من الأحيان في كثير المساجد أن الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، فندخل في الصلاة ونفاجأ عياذا بالله برنات، وبعض الرنات كتكون والعياذ بالله فاجرة لأغاني ساقطة وأنت بين يدي الله ومستمرة، ولا يجرؤ على أن يوقفها بل يتركها، فتشوش على المسجد، ثم تنطلق رنات أخرى في الصف الآخر وفي الجهة الأخرى، وإذا بنا لسنا في صلاة ولكن كأننا دخلنا إلى سوق أو كأننا في مكان عياذا بالله للموسيقى، فيذهب رونق المسجد وبهاؤه وخشوع المصلين، فيستشعر الإنسان وهو يصلي بمرارة كيف أصبح المسجد عياذا بالله يتعامل معه؟ أين هيبة المسجد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، فكيف نقول لهذا الذي كتبت مئات من اللوائح تذكره بذلك؟ ولذلك هل يجب على الإمام أن يذكر بذلك عند الصلاة؟ كنا نبكر الإمام كيقول سووا صفوفكم يرحمكم الله، الكعب حذو الكعب والمنكب حذو المنكب، لينوا في أيدي أخوانكم. نحن الآن نطلب من الإمام أن يضيف إلى ذلك واغلقوا هواتفكم يرحمكم الله، من أدخل معه هاتفه يذكره اغلق هاتفك يرحمك الله، عليك أن تغلق الهاتف. هذا في مسألة الهواتف، يعني في مسألة الهواتف في المساجد، فعلى الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى أن يذكرهم بذلك. هنالك أيضا استعمال الهواتف الآن، وخاصة الهواتف الثابتة، وفي بعض المناطق وبعض الدول المكالمة من الهاتف الثابت إلى الهاتف الثابت يكون بالمجان، فإذا بهؤلاء الناس يستغلون الهاتف المجان بكثرة الاتصالات، وفي كل الأوقات لا يراعون الأوقات، لا يراعون حرمة البيت ولا الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يأخذ فيها قسطا من الراحة، أوقات الأكل، أوقات التي حرم الله أو كره الله فيها سبحانه عز وجل أن يأتي الإنسان إلى أخيه ويطرق بابه. ثم بعد ذلك الكلام الطويل، ويحرم الكثير ممن يريد أن يتواصل. هذه مسألة مهمة، لأن من اللي يقبض التليفون كي يولي يضرب التليفون مرض كبير، فبدل أن نستعمله في صلة الأرحام وفي السؤال عن المرضى وفي قضاء الحوائج وفي الدعوة إلى الله، الآن أصبح الهاتف مثار قلق، حتى يختار الإنسان ما يبقاش كيسمع الهاتف يبغي ينفجر، في بعض الأوقات يبغي يبلعه قاع. ثم أنا أقول لمن يريد مثلا أن يستعمل الهاتف باش يسول على الدين، الله يجازيهم بخير، نختار هذه المسألة، يلخص المسألة ويجي داخل نيشة، أنا عندي قضية كذا وكذا وكذا، باش الإنسان إن شاء الله تبارك ويترك الفرصة للآخرين لكي يسألوا. أما جيت قبضه إن شاء الله يعني مدة طويلة وتحكي المسألة طويلة، كل هذا يعني كيكون عنده المردود عكسي. بالنسبة للرنات، من الأولى والأفضل أن لا تكون رنة الهاتف قرآنا يتلى، القرآن لا يستعمل عياذا بالله، نسأل الله العفو، في تنبيهك أنت، لأنك يجي يقرأ الآية وأنت تقطع
وربما كاتيك الرنة وانت في المرحاض نسيت. شو المشكلة؟ شو اذا لابد ايضا ان لا تكون نعودك الرنة الاذان شعار الاسلام الاكبر. اذا الرنة اللي تكون رنة عادية بحال تكون مثلا سبحانك يا جليل بحال حتى الدعاء شوية يعني في الحق تكون نعم نعم عادي يعني بعض الموسيقى عادية ان شاء الله تبارك وتعالى لا اله الا الله محمد تكون موسيقى عادية وليست موسيقى لأغنية فاجرة موسيقى عادية بحال احنا عندنا مثلا بعض الموسيقى في تليفون فيه نعم في تليفون الرنات ديالو عاديين كلهم الحمد لله وحتى ديالو اللي كيدير فيه عادية الحمد لله الحمد لله. هنالك نصيحة بالنسبة للجان المسجد هذه مسألة تتعلق بالمساجد أيضا لجان المساجد يمكن بإذن الله أن تقضي على هذه المسألة باش بشراء ما يسمى واحد الجهاز جهاز أوتوماتيكي يقطع الاتصالات مباشرة والثمن ديالو يعني رخيص ماشي شي حاجة كبيرة 300 درهم ولا فقط ويتهنوا بهذا المشكل كاع يهني ولا الامام ولا كل شيء كيجي داخل يشعلوا هذاك الاخر فتقطع يعني جميع صدقه جاريه وتكون صدقه جاريه بالنسبه لمن يقوم بذلك جزاك الله خير نعم هذه بالنسبه للهاتف كلمه اخرى يعني بسيطه